نبقى في الولايات المتحدة، حيث اعتقلت الشرطة بعض المتظاهرين في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن بعد مشاركتهم في مظاهرة اليوم أو لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على رجل أسود ما أدى إلى إصابته بالشلل. رغم التجديد الأمني وحظر التجوال من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا، شق هؤلاء المحتجون طريقهم إلى وسط كينوشا لليلة جديدة من المظاهرات. يفترشون الأرض، يربون تجاربهم الشخصية مع العنصرية. أنا أم لثلاثة أطفال من أصول أفريقية، وعايشت العنصرية بداية مع أهلي. والدي كان عنصريا وكان يصف السود بأسوأ العبارات. أعرف أنه يجب أن أتحدث وأحاول أن أصنع التغيير، وهذه هي الفرصة مع عنف الشرطة الذي نشهده. يقطع صوت شرطي عبر المكبر حلقة المتظاهرين، يطالب المحتجين بإخلاء المنطقة والامتثال لمنع التجوال المفروض على المدينة لحظات قبل أن يتوارى المحتجون خشية مخالفة القوانين الطارئة، فيما عناصر الشرطة تلاحقهم. متظاهرون يعدون على الأصابع، يرفعون أيديهم، يقولون لا تطلقوا النار. يقابلهم العشرات من رجال الأمن المدججين بالأسلحة. ثم تبدأ حملة الاعتقالات. كان أوسكار قال لنا إنه يتظاهر للمطالبة بتحقيق العدالة قبل اعتقاله بلحظات. هذه ثورة الشعب، نحن هنا نطالب بالعدالة لجيكوب الرجل الأسود الذي أطلق عليه أحد أفراد الشرطة 7 رصاصات، مع أن الرجل لم يكن يحمل أي سلاح. أنا هنا لأنني سئمت فكرة أن يتم اصطيادي في أمريكا. ربما يقول المحتجون نجحت الشرطة في تفريق المتظاهرين، لكنهم عازمون على العودة مرة تلو الأخرى لحين إحداث تغيير، حتى لو استغرق ذلك يقولون وقتا طويلا. ريما أبو حمدية، العربي، كينوشا، ويسكونسن. وتبقى معنا ريما من كينوشا في ولاية ويسكونسن. أهلا بك ريما. ريما، تطورات الاحتجاجات في الساعة الأخيرة ومدى تأثيرها على سير الانتخابات وعلى استطلاعات الرأي، خصوصا بعد اعتقالات من الشرطة لبعض المتظاهرين؟ يعني أولا، هذه الاحتجاجات متواصلة وكما يبدو ربما تمتد لمناطق أخرى في الولايات المتحدة، خاصة كما يقول المتظاهرون هذه التشديدات الكبيرة المفروضة على التظاهرات. إذا رأيتم في الخلف كيف أغلقت الشرطة بالمتاريس كافة المداخل المؤدية إلى هذه المنطقة، حيث كان هناك احتجاجات عنيفة على مدى الأيام الخمسة الماضية يعني شوارع عدة لا يمكن الوصول إلى هذه المنطقة في محاولة لمنع المحتجين من الوصول إلى هذه المنطقة. ومع ذلك المظاهرات مستمرة. نحن في ساعات مبكرة من اليوم يقول المتظاهرون أنهم سيخرجون في ساعات المساء كما جرت العادة في الأيام القليلة الماضية للتظاهر وللمطالبة بتحقيق العدالة لكل أولئك الذين سقطوا على بسبب عنف الشرطة كما يقولون. هذا من جهة. من جهة أخرى رأينا كيف أثرت مثل هذه الاحتجاجات على استطلاعات الرأي وعلى شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير. الآن في واشنطن وبعد يوم واحد من إلقاء أطول خطاب لرئيس أمريكي أو ثاني أطول خطاب لرئيس أمريكي لقبول ترشيحه، مظاهرة عارمة يشارك بها ربما مئات الآلاف من بينهم الابن مارتن لوثر كينغ في الذكرى 57 لخطاب لدي حلم، وانتقد فيها الرئيس الأمريكي بشكل كبير خروج الآلاف للتظاهر سواء في العاصمة الأمريكية أو هنا في كينوشا أو في مناطق أخرى في الولايات المتحدة، هي رفض للنهج الذي تبعه الرئيس الأمريكي كما يقولون في معالجة قضايا عنف الشرطة، بل يتهمونه بأنه أحد الأسباب التي أدت إلى ظهور
العنصرية وإلى تأجيج العنصرية في الولايات المتحدة، وهو ملف كبير يواجه الرئيس الأمريكي تحديات جمة فيه. إلى جانب كوفيد 19 فيروس كورونا، هناك أيضا ملف العنصرية الذي يشكل أحد أهم التحديات للرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة. وفي استطلاعات الرأي عندما يتحدث الأمريكيون عن عدم شعبية الرئيس الأمريكي أو رفضهم لنهج الرئيس الأمريكي، يتحدثون عن كورونا ويتحدثون عن انتهاجه لهذا التعامل مع المحتجين واستخدام الألفاظ بوصفهم المخربين والمشاغبين في الولايات المتحدة. بكل الأحوال استطلاعات الرأي حتى هذه اللحظة ما زالت حليفة للخصم الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الأمريكي في خطابه البارحة لم يتوجه إلى الأمريكيين كما يقول كثير من المنتقدين، وإنما فقط إلى القاعدة الشعبية له. وربما أيضا سيؤثر هذا أكثر وأكثر على شعبية الرئيس الأمريكي الذي يرتكز بشكل كبير فقط على قاعدته الشعبية على أمل الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة. شكرا لك جزيلا من كينوشا في ولاية ويسكونسن مراسلتنا ريما أبو حمدية. شكرا لك.